في مدينة متعددة الإثنيات والديانات واللغات، ومع اختلاف جذور ساكنيها الأوروبيين القادمين من هولندا وبريطانيا وألمانيا وسكانها الأصليين والمهاجرين من أصقاع أفريقيا والقارة الهندية، بين كل ذلك النسيج المتعدد يواصل معرض رسالة الإسلام من عمان فعالياته مستقبلا المزيد من الزوار، على رأسهم رؤساء وأعضاء الجالية المسلمة في بريتوريا. في جنوب إفريقيا يعيش المواطنون بحرية تامة في ممارسة شعائرهم الدينية، وهذا المعرض ينسجم تماما مع القيم التي نؤمن بها، وهي المحبة والتسامح بين الشعوب. رؤساء البعثات الدبلوماسية الخليجية والعربية والإسلامية توافدوا إلى المعرض مشيدين بأهميته وضرورته من حيث المكان والزمان. طبعا شعار المعرض شعار طيب، ولا شك أن جنوب أفريقيا أيضا بلد مهم، وهذه الشعارات الحقيقة نحن نحتاجها في ظل هذه الظروف الراهنة في التي تعاني منها أمتنا الإسلامية. التسامح والتعاون والأخاء، هذه طبعا شعار ديننا الإسلام الحنيف. المعرض قيمته الحقيقة في مكان إقامته وفي توقيت إقامته. المكان جنوب أفريقيا طبعا دولة من أهم الدول في القارة الإفريقية، الجالية المسلمة في جنوب أفريقيا جالية الحقيقة متميزة بكل المعاني، لكن محتاجين ان احنا نتعرف على الاسلام الصحيح، الاسلام المعتدل، ولعل رسالة هذا الوفد وهي التسامح والتعايش هي بداية للتعريف بهذا الاسلام الصحيح الذي نتمنى ان يعرفه الجميع. المعرض يحمل أكثر من رسالة، أبرزها أهمية التسامح بين بني البشر والارتقاء بالعلاقات الإنسانية من خلال تفعيل الحوار وتجنب مسارات الصراع. نشكر عمان على إقامة المعرض في هذا التوقيت والذي نواجه فيه تحديات كثيرة. هي حقيقة دعوة للحوار بين الشعوب والأديان المختلفة، وهذا ما يقدمه هذا المعرض. وأنا سعيدة جدا برؤية هذا المعرض هنا في جنوب أفريقيا، فهي دولة نموذجية في التعايش السلمي ما بين الديانات والشعوب المختلفة. سعدت بالتواجد هنا في هذا المعرض الجميل، خاصة عندما علمت أن سلطنة عمان هي الدولة المنظمة للمعرض، فكنت شغوفة جدا بمعرفة المزيد عن عمان. شاهدت الكتب القيمة والتحف الجميلة. ويبقى أن نقول بأن معرض رسالة الإسلام حقق هدفه بإيصال صوت الإسلام المعتدل من عمان إلى المئات من الزائرين وعشرات الآلاف من المتابعين لوسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية في جنوب أفريقيا.